الله أكبر الله أكبر الله أكبر. شرق وغرب جنوب تبوك فاغفر لهم وارحمهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة، الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله. اليوم نقف هذه الوقفة، نبدأ إن شاء الله بعد قليل نصرة لإخواننا في الدين، ونصرة للحق الإنساني، ونصرة لمبادئ العدالة، لكي يعلم العالم أجمع أن شعب البحرين بمختلف أطيافه وفي مختلف مناطقه وقف ليقول كلمته، أننا نرفض هذا الظلم، أننا نرفض هذه العنجهية الصهيونية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن جاهد جهاده واستنى بسنته إلى يوم الدين. الحمد لله ناصر المجاهدين ومذل الصهاين والمتصهينين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين، من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليكون هناك إماما للأنبياء والمتقين. تتشرف اليوم جمعيتكم، جمعية مناصرة فلسطين، في تنظيم هذه الوقفة التضامنية، هذه الوقفة لنصرة مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الوقفة نصرة لعقيدة المسلمين الأولى، هذه الوقفة التي نقف فيها لنصرة المسجد الأقصى ونصرة إخواننا المسلمين هناك. هذه الوقفة هي وقفة أجساد وعقول ونفوس، هذه الوقفة نقفها لكي نفض أغلال كل سهام التطبيع البائس، هذه الوقفة جاءت ملبية لنداء الحق عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إخواني وأخواتي، أخبر الصامتين بأن ما يحدث في فلسطين ليس موتا أو انتحارا، إنما يحدث هناك هو أسلوب غزة في إعلان استحقاقها في هذه الحياة. هذه الوقفة أخبروا فيها الصامتين أن صمود أبناء غزة ليس سحرا أو أعجوبة، إنما هو أسلوب غزة في استحقاقها في البقاء في هذه الحياة والعيش في هذه الحياة، حياة كريمة كما نحن نعيشها. يا معشر العرب والمسلمين، قولوا لي بالله ما الذي أخرس ألسنتكم؟ أهكذا تكون العروبة؟ أهكذا يكون الدين؟ إن المقاومة في فلسطين استهدفت جنود الاحتلال، ولكن جنود الاحتلال استهدفوا أطفال فلسطين ونساء فلسطين وشيوخ فلسطين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حدثونا عن القوة فكانت وهم، حدثونا عن الجيش الذي لا يقهر فكان وهم، حدثونا عن القبة الحديدية فكانت وهم، حدثونا عن جيش لا يقهر فكان وهم، أرهبونا بحدود وضعوها ليفرقوا بيننا فكانت وهم. هنا اليوم من البحرين نوصل رسالتنا للعالم أجمع بأننا مع غزة ومع فلسطين ومع الحق الإنساني هناك. إن المقاومة في فلسطين وضعت هذا الكيان الغاصب في حجمه الحقيقي الذي يستحق. إن المقاومة هناك علمتنا بأن الكيان الصهيوني مجرد نمر على ورق يستقوي على الأطفال والنساء والشيوخ. هذا الاستقواء من خلال الأسلحة المحرمة دوليا. إخواني وأخواتي، الآن نترككم
مع بيان هذه الوقفة. يقرأ هذا البيان فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف الشيخ، فليتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وقائد المجاهدين. تثمن جمعية مناصرة فلسطين الوقفة المشرفة لشعب البحرين الوفي في مناصرة ودعم الشعب الفلسطيني الصامد في غزة العزة والصمود، وفي عموم فلسطين الأبية الذين يتعرضون إلى مذبحة كبرى وإبادة جماعية منظمة من جيش صهيوني مجرم استهدف الأرض والإنسان وأهلك الحرث والنسل. هذه الوقفة المشرفة نتج عنها إخلاء مملكتنا الغالية من السفير الصهيوني وأزلامه خوفا وهلعا، ليس من البحرين فحسب بل من جميع دول المنطقة. ونسأل الله بأنها تذكرة ذهاب بلا عودة. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الإخوة الكرام، الجرائم الصهيونية لم تتوقف ولم يكن آخرها الجريمة النكراء والحقد الأسود الذي استهدف الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى في المستشفى المعمداني بغزة في اعتداء غاشم وجريمة حرب ضد المدنيين العزل وبما يخالف كافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، بل وحتى قوانين الحرب المتعارف عليها وعلى مسمع وبرأى من العالم أجمع بمؤسساته الحقوقية والقانونية والإنسانية. ونريد في هذه الوقفة المباركة أن نؤكد على ما يلي: أولا، إن النصر من الله سبحانه وتعالى، وإنما تثخنه المقاومة في العدو الصهيوني من جراح باتت جرعات يومية مؤلمة يتستر العدو والإعلام الصهيوني المتواطئ بإخفائها، ولكن آلامهم باتت مفضوحة، وآخرها أسر ابن نتنياهو ونفوق عدد من أسرته في الأحداث الأخيرة، وقريبا نفرح بنفوقه وبإذن الله تبارك وتعالى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ثانيا، ضرورة وقف استهداف المدنيين في غزة المحاصرة منذ ما يزيد على 16 عاما تركت البلاد والعبادة محرومين من أبسط الخدمات المعيشية الرئيسية والتي لا تستمر الحياة بالاستغناء عنها. ثالثا، وقف الحصار الظالم على غزة والتي يسكنها ما يزيد عن 2 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال، والمسارعة إلى إدخال المساعدات الطبية والغذائية إليها فورا، وإعادة الكهرباء والماء إلى القطاع. وها نحن ندعو حكومتنا أن تساهم مع كل الداعمين للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الضغط وعمل الممكن لتحقيق ذلك فورا، لتسيير جسر جوي لنقل المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية. رابعا، ندعو العالم الحر بمؤسساته القانونية والحقوقية إلى ملاحقة مجرمي الحرب من الكيان الصهيوني وفي مقدمتهم نتنياهو وحكومته من العصابة الصهيونية الذين يستمرون في قتل المدنيين الفلسطينيين في أماكن سكنهم وفي أماكن لجوئهم، والتي تعتبر دوليا آمنة وخارج نطاق القتال كالمدارس والمستشفيات والمخابز ودور العبادة. خامسا، ندعو صاحب القرار في مملكتنا الحبيبة أن يستثمر اللحظة الراهنة وأن يلغي اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم وأن يستدعي سفيرنا من هناك، ونطالب بطرد السفير الصهيوني من البحرين إلى الأبد بعدما تكشف للعيان أن ما يسمى بإسرائيل. الله أكبر. يريد إلغاء التطبيع. الشعب يريد إلغاء التطبيع. الشعب يريد إلغاء التطبيع. الشعب يريد إلغاء التطبيع. لأنه كيان غاصب وقاتل وهو بعيد كل البعد عن الالتزام بالقوانين الدولية، ولكنه على العكس كيان متغطرس متحرر من كل المعايير الإنسانية مستعلي على كل القوانين والمواثيق الدولية. كيان لا يؤمن جانبه ولا مكره، ولن يتأخر في الإساءة إلينا يوما متى ما استدعت مصالحه ذلك. سادسا وأخيرا، ندعو شعبنا الوفي إلى المساهمة في تقديم الدعم والعون
لإغاثة أهل غزة المكلومة من خلال الحملات التي أعلنت عنها الدولة مشكورة، ومن خلال الجمعيات الخيرية المتعاونة، وكذلك التبرع لإيواء الغزيين الذين فقدوا بيوتهم ومساكنهم وإعادة الإعمار بعد أن ينتهي هذا العدوان الغاسم على أهلنا في غزة. فغزة وأهلها ليس موضوع مساومة بالتهجير، لا لسيناء ولا للنقب ولا لأي مكان. وفي الختام ندعو الله العلي القدير الحي القيوم أن يغيث أهل غزة وأن يتقبل شهداءهم في عليين، ويداوي جرحاهم، ويواسي الثكلى والمكلوبين منهم، وأن يربط على قلوبهم ويثبت أقدامهم، وينصرهم على عدوهم وعدو أمتنا الصهيوني الغاصب نصرا مؤزرا. ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. فيصل رحمه الله تعالى كلمات تكتب بماء العيون لا بماء الذهب، فقد قال: علموا أولادكم بأن فلسطين محتلة، وأن المسجد الأقصى أسير، وأن العدو الصهيوني عدو، وأن المقاومة شرف، إن اليوم لا يوجد مكان للحياد ولا للمنطقة الرمادية، إن القضية اليوم قضية بين حق وباطل، بين إيمان وكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. كان أطفال المسلمين قديما وحديثا في إرثنا الإسلامي يجب أن يكون لهم وقفة في مثل هذه الأمور. فتراثنا الإسلامي مليء ببطولات الأطفال، فكان أطفال الصحابة يقودون المعارك، واليوم لأطفال البحرين كلمة في هذه الوقفة تلقيها علينا الطفلة إيمان علي جناحي. رسالة أطفال البحرين إلى أطفال غزة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أصدقائنا أطفال غزة العزة، تحية طيبة صاروخية نوصلها لكم، وبعد خجلونا نحن من تسميتكم بالأطفال، لأنكم رجال، لأنكم أبطال، لأنكم أثبتتم أنكم أمام العدو الجبان أرسخ من الجبال. اخترنا أن نوجه لكم رسالة بالعربية لكونها أغنى اللغات وأكثرها ثراء، لكن وبرغم ذلك فإننا عاجزون، ماذا عسانا أن نقول؟ هل نشكركم لدفاعكم عنا أمام عدونا المشترك؟ أم هل نعتذر منكم على تقصيرنا في نصرتكم؟ أم هل نواسيكم في فقدكم لأحبابكم؟ أم هل نهنئكم باختيار الله لكم لهذا المقام العظيم؟ يخنقكم حصار ظالم غاشم، وتصم آذانكم أصوات القصف المدوي، وتتجرعون مرارة الفقد بصغركم، ورغم ذلك كله حين تسألون عن أمانيكم فلا ألعاب ولا ملاهي ولا أنواع الحلويات، بل تتفق إجاباتكم على أن تكونوا مجاهدين عظيمين وأن تضيقوا عدوكم أقصى الويلات. فأخبرونا رجاء أي شيء أرضعتموه صغارا. يا أبطال غزة العزة، إن وصلت إليكم رسالتنا فليس لدينا ما نقوله غير أن ندعو الله لكم بالثبات والقوة والصبر، وأن يعيننا على نصرتكم ومساندتكم ما حيينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وأخواتي، اليوم نحن نقف هذه الوقفة ونسير فيها، وغدا بإذن الله نسير إلى الفتح والتحرير. خير ما نختم به هذه الوقفة التجاء إلى الله عز وجل، وتضرع إليه، واستسلام وافتقار بين يديه، مع دعاء فضيلة الشيخ جلال الشرقي، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، عليك باليهود الصهاينة. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وجمد الدماء في عروقهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم اخسف بهم الأرض، اللهم اخسف بأرتالهم الأرض، اللهم كسر مدافعهم ودمر دباباتهم وفجر صواريخهم فوق رؤوسهم. اللهم أسقط طائراتهم وأغرق بوارجهم يا رب العالمين. اللهم إنك أنت القوي الجبار. اللهم أنزل مقتك وغضبك على اليهود الصهاينة. اللهم انتقم منهم يا جبار، انتقم منهم يا منتقم، انتقم منهم يا قوي يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوب إخواننا في فلسطين، اربط على قلوب إخواننا في غزة. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجبر كسرهم وداوي جراحهم وشافي مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم سدد رميهم. اللهم أنت القائل في كتابك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمي عنهم، اللهم ارمي عنهم. اللهم اجعل صواريخ القسامة قنابل نووية على اليهود. اللهم اجعلها قنابل نووية على اليهود. اللهم ثبت مجاهدينا، ثبت القسامة وسرايا الأقصى وكل فصائل المقاومة، ثبتهم يا الله، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم قد خرجوا بطوفان الأقصى جهادا عن المسجد الأقصى، فانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كن معهم، اللهم كن معهم. اللهم ادخلهم في ولايتك، اللهم ادخلهم في ولايتك. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، وادخلهم في حماك الذي لا يضام، يا عزيز يا قوي يا حنان يا رب العالمين. اللهم وفقنا لنصرتهم، اللهم وفقنا لنصرتهم. اللهم وفقنا للجهاد بالمال والنفس في سبيلك. اللهم تقبل جهادنا بالمال، اللهم تقبل دعاءنا واستجب لرجائنا. اللهم إنا وقفنا هذه الوقفة نصرة لإخواننا في فلسطين، فتقبلها خالصة لك يا رب العالمين، واكتبها جهادا لنا في طوفان الأقصى يا رب العالمين. وفقنا لنصرة إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالروح بالدم نفديك يا أقصى. بالروح بالدم نفديك يا أقصى. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله مسعانا ومسعاكم إخواني وأخواتي، هذا جهد المقل، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل للأخوة الكرام في مديرية أمن المحافظة الجنوبية ووزارة الداخلية على تعاونهم الدائم والمستمر في تنظيم فعاليات نصرة إخواننا في فلسطين، كل الشكر والتقدير لهم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 جزاكم الله خير.